نسيب بقى نطرح جانبا فكره التطبيع وناخد كلام ابو مازن اللي بيقول لا تعاقب السجين وعاقب السجان. يعني الناس استاذه لميس، كلمه ابو مازن مش بتاعت ابو مازن، دي بتاعت فيصل الحسيني لما كان لينا هناك بيت اسمه بيت الشرق. صح. وكان له تمثيل سياسي للمقدسيين، وجه فيصل الحسيني مصر اكثر من مره وقال التعبير ده، طبعوا مع السجين وليس مع السجان، تعالوا عندنا. الفنادق الفلسطينية اللي كانت موجودة في القدس كانت بتشكو من انه مفيش حد بيجيها. الكلام الجد هو ده الكلام الجد، انك انت تعملي تغيير ديموغرافي حقيقي على الارض. ده مش هيجي، يبقى هم موجودين في وسط بحر 350 مليون عربي، وموجودين جوه. الفلسطينيين محتاجين الامان من ظهير عربي موجود ايضا، سواء الكلام ده في غزه او موجود في القدس. لكن القدس نظرا لمكانتها الدينيه ومكانتها لدى العالم الاسلامي تجعل هذه المساله هي الاساس في الموضوع. الكلام على الارض هو الاسرائيليين بيعملوا ايه؟ هو النهارده ليه الاسرائيليين متجبرين؟ تغيير الواقع على الارض. وعلى فكره الكلام ده منذ بدايه الحركه الصهيونيه، من اول ما بدات في مستعمرات، من اول ما بقى في مستوطنات، من اول ما انشاوا الجامعه العبريه، من اول ما انشاوا النقابات العماليه اليهوديه، من اول في الوقت اللي كانوا الاسرائيليين والصهاينه فيه بيبنوا مؤسسات، احزاب، جامعات، مزارع، مصانع الى اخره على الارض، كان في تخلف على الجانب الاخر او انشغال باشياء كثيره. لا يستطيع قائد فلسطيني ان هنا يتكلم بدون ما يتكلم على التنين والاجتماعات اللي تمت والاجتماعات اللي ما تمتش. دون الاندراج واللي حصل معانا من الانفاق اللي اتعملت في سيناء والكلام زي كده، ده كان جزء من الكفاح الفلسطيني. يعني بس نخلي الحكايه دي على جنب دلوقتي، ان احنا عندنا قضيه. انا سعيد انه في هبه اللي موجوده حاليا سواء في مصر او في العالم العربي، التنبه انه في مشكله موجوده. انما ايضا علينا ان احنا نتعلم شويه هو ايه اللي وصلنا للنقطه دي. اللي وصلنا للنقطه دي، خد بالك ان مش ده الخطر الاسرائيلي بس اللي ظهر دلوقتي، ده الخطر الاثيوبي وسد النهضه واخطار اخرى موجوده في المنطقه. حصل ضعف عام في المناعه المرتبطه بكل الدول العربيه، فعلينا ان احنا نبقى بنحسبها كويس، نشوف الحته اللي لينا فيها قوه. للأسف الشديد إن الجزء اللي هو لنا فيه قوة اللي هو العامل الديموغرافي ما بنستخدموش، اللي هو العامل الأساسي اللي ممكن يغير من الواقع على الأرض.